السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء في أحد المشاريع الكبيرة بعد ما يعمل الشغل ويبعته يفاجأ برسالة: الشغل أنت بتعمله كله غلط، كله يعني في حاجة غريبة. الموضوع ده كرر أكتر من مرة لحد ما فتح الملف اللي هو بيبعته، ففوجئ إن فعلا الشغل غلط، الشغل غلط بشكل بشع. أتاري كان معاهم حد شغال هو بيفهم في البرمجة، عمل يعني برنامج صغير جوه برنامج الريفت، عبارة ان هو لما تبدأ تديله امر الطباعة يبدأ يخفي حاجات ويلغي حاجات ويحرك حاجات وهكذا. تمام، البرنامج صغير بيتحمل مع المشروع ويفضل قاعد شغال في الخلفية من غير ما حد ياخد باله، الا لما تيجي تقول له اطبع فيروح ضارب الشغل كله انتقاما لان هم مشوا مثلا بشكل مش ظريف. يعني الامر الاخر وهو ان احنا بقينا نتساهل في الملفات ونشيرها. انا لقيت حد مشير ملف تبع وزارة الداخلية والخارجية ايا يكن على النت عادي، فده حاجة غريبة جدا لان اي حد ممكن يطبعها PDF ويبقى عارف المداخل والمخارج، ودي امانة المفروض ان احنا نحافظ عليها. ملفات البي اي ام المفروض انها ليها اتفاقيه معينه زيها زي ملفات الاوتوكاد، ما ينفعش انها تتشارك، بخصوص لو بنك او مبنى ذو اهميه او اي حاجه. يعني المفروض الحاجات دي ما بنشاركهاش لان دي ممكن حد يستخدمها استخدام خاطئ. لو انتوا فاكرين فيلم بيرسون بريك، الراجل كان من المصممين ومعاه المخططات فقدر يعرف المداخل والمخارج وازاي يهرب من السجن. فياريت ما نشارش حاجة وعندنا وعي بالقصة ديت.